ميعادك بالثانية. مين اللي كلمني في التليفون؟ من على الباب كده ما ينفعش، اتفضل. أهلا يا بطل، فكرتني؟ تقريبا. طيب تعالى اقعد وانا احكي لك كل اللي انت نسيته. تشرب حاجه الاول؟ لا متشكر. سيبيه على راحته، غريب مش غريب، ده صاحب مكان. نفس تعبيرات وشك يوم ما جيت ازورك في سجن ام انا فاكر. ازيك يا بطل؟ انت مين؟ انا واحد جاي لك زياره. لا راجل، انا واخد بالي ان سعادتك جاي لي زياره، سعاده مؤاخذه يعني، في سابق معرفه. انا اعرفك كويس قوي، متابعك وعيني عليك، بس مبين بعيده. يعني الباشا ما باحث؟ كنت ما بقتش، بقيتها مش جايبه معاها، فقررت اشتغل لحسابي، قطاع خاص يعني. عارف كشافين الكوره بيقعدوا يدوروا على المواهب في كل حته دول؟ تقدر تقول ان مشغولتي كده يعني، بدور على المواهب اللي زيك وشغلهم لحسابي. مش فاهم اي حاجه. يعني واحد محكوم عليه ب 15 سنه وبيحاول يهرب السجن، وكان هيعملها لولا انه حد من رجالتي وقف في طريقه. بقى دي المواهب اللي انا بدور عليها. لا مؤاخذة يا باشا، يعني هو مش اللي ضربني بالنار ده ضابط بوليس. أنا بقولت لك رجالتي من كل حتة، سواء كانوا حرامية أو عسكر. طيب وعايزني أشتغل معاك إيه؟ بالراحة عليا، أنا مش عارف أقول لك كل حاجة مرة واحدة كده يعني. كفاية بس تعرف إنه ده شغل شقاوة زي اللي أنت خدت فيه حكم، بس ده بقى هتكسب فيه فلوس كتير قوي، فلوس هتخلي لك هيبة وقيمة في المجتمع. عربيات يعني؟ لا شغل العربيات ده شغل وسط بكري في عيني. هتعرف كل حاجة لما تخرج من هنا بالسلامة. لا مؤاخذة يعني هخرج من هنا ازاي بالسلامة؟ سيب الموضوع ده عليا، ده بس خليك جاهز. طيب ماشي، بس أنا بعد إذنك يعني كان ليا طلب. ماشي، عايزه معاك؟ لا بالعكس، أنا الواد ميشا عايزه يفضل بعيد عن اللبش ده. أنا طالبي يخص واحدة. واحدة؟ واحدة اسمها مدام سناء حامد، بتشتغل في دار الرحمة للأيتام. وخرجتوني. وخرجناك. طب كش مالك يا حضرة الظابط؟ ده طلعت مش سهل خالص. مبروك على البدلة. البدلة دي بتاعت موحي زميلنا، هيستقيل الأسبوع الجاي. انت هتقعد في مكانه وهتخرج من هنا بالعربية بتاعته، بس خلي بالك ما تخليش ولا واحد من المسجين يشوفك. لا ده انتوا ما شاء الله جامدين قوي. انا بعرف اختار رجالتي كويس قوي، بس الوضع بالنسبة لك كان خاص يا غريب، يمكن عشان ربنا حرمني من الخلفة فاعتبرتك ابني ما خلفتوش. زي ما كنت ابني انا كمان، ما هنش عليك يخرجوك من السجن من غير ما تاخد بالك مني. عمرك ما نسيت ان انا امك. حضرتك جاي تعمل تبرع للدار ولا تكفل طفل؟ لا انا جاي عشانك انت يا ابله سناء. خير؟ احمد غريب هو اللي بعتني. احمد غريب متولي سلام. واضح ان انت ليكي معزه خاصه عنده وبيعتبرك زي والدته. هو برضه طلب مني اوصلك مبلغ من الفلوس اللي كان بيبعته لك الوسطى بكري ايام ما كان بيشتغل معايا. في مقابل ايه؟ هيشتغل معايا. هيشتغل معاك وهو في السجن؟ انا عندي اجوبه لكل اسئلتك، بس في الاول انا ليا عرض محدد. انا عايزك تسيبي المكان ده وتيجي تشتغلي معانا. انتوا مين؟ تشتغلوا ايه؟ ما تاخذنيش يعني، ده حتى اسمك ما اعرفوش. انا اسمي صبري، صبري عبد الواحد. صحيح، ونعم الاب والام بصراحه.